It's January 2015. The family are in Istanbul, waiting to see if their application for political asylum in Germany is accepted. More and more Syrians are unable to find shelter in the refugee camps and are living rough on the streets. The family are lucky. They have a cousin here they can stay with. أنا تعودت خلال 21 سنة زواج أنا وأبو علي. الأخوة عنا شيء مقدس الصبح، يعني إذا يوم هو فاق وراح على شغله بدون ما نشرب القهوة سوا أكيد أتصل فيه ورجعه وجهز القهوة ونقعد نشربها. وهلأ أنا بغلي قهوة إلي وقوله بشربها. حتى سارة الصغيرة بتعرف أني أنا الصبح بحط صورة أبو وبقعد، وإذا ساوت لي قهوة بجيب فنجانين. أحياناً بحكي أنا وهو الصباح نشرب قهوة. مرة أولادي فاقت واحدة من بناتي فكرت أني أبوها طالع لأني سمعتني عم بحكي أنا وهو. شايف ليش هالتليفون غالي؟ في كله أنا كل أهلي وعالمي هون، مشان هيك بضل ماسكته متمسكة فيه كأني عم بتمسك بعنوان إلي بأهل. هذا هاي الجهاز هذا الحديد صار هو كل عالمي.